اهلا ومرحبا. اليوم راح اعطيكم الفئة اللي هي الصغيرة في فئة البي اس ار اس اكس، اللي هو اس اكس 600. هاي الفئة الصغيرة، يعني في اس اكس 900 البروفيشنال، واللي تحتيه اس اكس 700، وهذا اس اكس 600. طبعا هذه قيمته 850 فويس، 415 ستايل، الاون بورد نومري 100 ام بي فور اكسبنشن. عاطيني 100 ام بي بس انك تنزل عليه ايقاعات من الاكسبنشن اللي في الياماها. هاي شكله، هاي السماعات، زراير طبعا، هاي الشاشة ملونة بس مو بتاتش سكرين، هاي شاشة عادية، التحكم كله بيكون من الزراير. هاي الشاشة، هذا اس اكس 600، وطبعا رهيب رهيب جدا، وفي 16 تراك سكونسر، وتركب ايقاعات، وتقدر تنزل عليه المجموعات الباكج العربيه، ولكن ما راح يشيل معاك الباكجات لان 100 ام بي بس، يعني يمكن يشيل معاك مجموعه واحده، باكج واحد بس لان 100 ام بي. هذا شكله اس اكس 600. اهلا ومرحبا، نشوف معاكم اليوم الاس اكس 600. طبعا مثل ما تشوفون شكله، وعلى فكره في المايك لكن ما في الفوكال هارموني، يعني ما في الفوكودر، ما فوكودر، ولا في الاصوات اللي هي تحولك لاصوات الجيرز البنات واصوات، هذا في اللي هو نفس الاس اكس 700 يعني الفوكال العادي، المايك العادي. هذا المايك مي، هاي فئة الأصوات، في مالتي باد كنترول 4، وفي عندك الريجستريشن ميموري 8، وفي عندك الأو تي اس لينك نفس الاس اكس 900 وهذا، ولكن الفئة الصغيرة في بعض الشغلات مو موجودة مثل الفوكودر اللي هو الفوكال هارموني، الميموري مثل ما قلت لكم 100 ام بي بس تقدر تنزل عليه باقة واحدة. نشوف معاكم هاي فئة الإيقاعات وهي فئة الأصوات. نحط صوتين مع بعض. رايت 1 ورايت 2، هناك يفرق رايت 1 رايت 2 رايت 3، هني بس صوتين رايت 1 ورايت 2، وكل شيء موجود عندك، حتى الهارموني الاربيجيتور موجود، كل شيء موجود عندك، اليو اس بي فلاش ميموري تقدر تسجل، يشغل لك يشغل لك الويف، يشغل لك فقط الويف، ما يشغل لك الام بي 3، هذا يشغل لك الويف فقط، يعني لما تسجل الاغنيه تقدر تسجلها ويف وعقب تحولها عن طريق البرامج الام بي 3، لكن الاس اكس 700 وال 900 تسجل فيها ويف وام بي 3 الاغنيه دايركت على طول، تسجل في تسجيل في الفلاش ميموري على طول. و اسمع اصوات البيانوهات، هذا الجراند، اسمع الديمو. وعلى فكرة سعره في متناول اليد 3350 درهم، يعني اذا واحد قال لك انا ما اخذ الاس اكس 700 غالي والاس اكس 900 غالي وحق كذلك الاي 5000 غالي، يقدر ياخذ هذا في متناول يد وينزل عليه باقة العربي، الباقات مثل ما قلت لك 100 ام بي، يعني شيء بسيط عاطينك تقدر تنزل عليه باقة واحدة بالاصوات وبالايقاعات. اسمع صوت ثاني، نسمع الامبيانت،
نسمع سويت الدي اكس. نروح على الاكورديون نسمع مثلا اللي هو الهارمونيكا. نسمع الاكورديون. نسمع صوت الجيتارات، طبعا الجيتار معروف في الياماها الكونسرت. ستيل جيتار، اسمع الستيل جيتار. طبعا جميع انواع الجيتارات عندك، الفلامينجو، كم يمكن 10 بيجات نسمع معاكم اللي هو الوا جيتار. واو نسمع الاسترينجات مع بعض. الحلو في نهاية شاشة ملونة، الموديل اللي قبله كان S670 نفسه، بس كانت الشاشة مش ملونة وما كانت في USB وريكورد وهالأمور. هذا لا، جايبين شوية قريب من SX700 والـ900، في البيتش بنت وفي عندك الموديليشن، في عندك اللايف كنترول نفس طريقة SX والPSRA 5000. شو بتسمعون بعد؟ نسمع البراسات مثلا ترامب براس. عندك الدرام كيت، هذا الدرام كيت مثلا، يعني عندك انواع الدرام كيت كلها موجودة. درام كيت يعني حتى حاطي لك الانديان درام كيت، حتى الانديان موجود، هذا انديان درام كيت. اسمع الانديان درام كيت. في عندك حاطي لك التركش، تركش درام كيت. العربي درام كيت واحد، عربي درام كيت واحد. عربي ميكس كيت، الميكس هذا. يعني والتشاينيز وما تشاينيز والانالوج وكل شيء موجود عندك. الافريكان، افريكان هذا بعد جديد، افريكان. اسمع اذا حاطيله كورد، يمكن حاطيلك هني عربي. اسمع معاكم هني منزليله كم ايقاع عربي، مثلا في عندك الصعيدي جاي معاه، الصعيدي حاطيلك. اسمع الصعيدي.
العربي اسمه صعيدي. شوف الوحده صغيره جايه معاه، وطبعا مع الاو تي اس ينتقل كل فاريشن مع صوت نفس الشيء. والتاج سيتنج نشوف الوحده الصغيره. موجود اللفة، نسمع اللفة معاكم. اللف موجود العربيك ايرو. انا ركزت على العربي عشان وايدين يمكن يقول لك ما في عربي. راويتك احنا في قاعد درام كيت عربي وحاطين لك بعد قاعد عربي. شوف هذا الارابيك ايرو. الاورينتال بوب، في عندك الاورينتال بوب، يعني في قاعات جاية كثير وتقدر تركب ايقاعات عليه، تبرمج ايقاعات. عندك تركيش وما تركيش وايطاليان وما ايطاليان واشياء حاطين لك الايرش ما ايرش. هاي بالنسبه للايقاعات. طبعا موجود الدانس والبوب، اشياء وايد حلوه. السلو، الاشياء الجميله مثل الجيتار 18 جيتار هذا. طبعا 850 صوت و415 ايقاع.
وعندك تمزج وتسوي وهذا كل شيء سهل. هذا المنيو تشوف الدش عليه تتحكم في المنيو من هني، اي شغلة تباها تيجي عليه وتدق انتر يدخلك على الشغل اللي تباه. وفي الميكسر كونسول، الميكسر تتحط كم في الاصوات في الافكتات في كل شيء موجود عندك في الشاشة، والشاشة واضحة وفنانة يعني ملونة واضحة وفنانة. هذا هو الاس اكس 300 اللي هو اس اكس 600 ب 3350. اذا بغيتوا تسمعون اصوات السينديسايزر، هاي اصوات السينديسايزر، هذا صوت الماتريكس ناحينا، اشياء جميلة جدا. في عندك السيمبل كوب، هذا السترنجات، هذه اسمها البوتر سترنج. طب نشوف في الاكسبنش، الاكسبنشن طبعا مش جاي معاه. انت طبعا تنزل الاكسبنشن اللي انت تباه، بيكون في الصفحة هاي الاكسبنشن. طبعا اللي يحب انه ياخذ هذا الكيبورد يعني ما بيندم، فيه موجود كل شيء، كل شيء موجود فيه يعني ما في يعني. لا يقول مثلا اني باخذ شيء ما بحط، بس اللهم ان الميموري بسيط يعني تقدر تنجز فيه مجموعة واحدة من الاكسبنشن اللي موجود على الياماها، سواء كان مجموعة الخليجي واحد او خليجي اثنين او السعودي او المصري او التركي او هاي الاشياء. فهذا اللي موجود حاليا. شوفني اكسبنشن هم منزل عليه شيء، وهذا هو الاس اكس 600 مثل ما تشوفونه. هذا طبعا الكيبورد من الخلف الاس اكس 600، هذه التوصيلات مثل ما تشوفون، هاي التوصيلات موجوده، اليو اس بي والكمبيوتر للتو هوست والمايك انبوت والاوكس ان. وإلى اللقاء مع إن شاء الله معلومة جديدة أو مع كيبورد جديد، ومع السلامة.